أعزائي المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما تشاهدون أعزائي، نصور لكم شجرة البنبر. هاي من الفواكه الصيفية واللي تكون الثمار مالتها لها فوائد صحية كثيرة لصحة الإنسان، وما شاء الله مثل ما تشاهدون غزارة الثمار مالتها إضافة للظل. شجرة مثمرة وظلية بنفس الوقت، ويعني بيها فوائد صحية مثل ما ذكرنا، فوائد صحية كبيرة. ما شاء الله، وتتحمل درجات الحرارة العالية، خاصة يعني احنا أجواءنا بالعراق، خاصة محافظة البصرة تكون الأجواء حارة جدا للصيف. بس أغلب العالم ما تعرف يعني القيمة مالتها، يعني هاي من الناحية العلاجية تكون دائما الثمار مالتها رخيصة، لكن الفوائد مالتها عالية جدا. أهم شجرة حلوة، يعني جمال الشجرة إضافة للفوائد مالتها والظل. ما شاء الله غزارة الثمار مالتها. أشجار مثمرة وجميلة، يعني ننصح الأخوة أنه يزرعون من هاي المشاهدين من هاي الأشجار بصورة عامة، يعني من شجرة البنبر أو أي شجرة فاكهة اللي تلائم يكون أجواء المدينة أو أجواء البلد اللي نعيش بيه. يعني يكون من نزرع فد شي نستفاد من عنده مدننا أو في بلادنا، يعني خاصة مثلا العراق ومحافظة البصرة تكون الأجواء حارة جدا، يعني اللي بالدرجة الأولى ينزرع أنه النخل والسدر، يعني هاي أشجار البنبر أو بعض الأشجار اللي تقاوم عندنا الحرارة.